وزير النقل والاتصالات معالي الدكتور أحمد الفطيسي يترأس وفد السلطنة المشارك في مناقشة طلب السلطنة لتمديد حدود جرفها القاري أمام لجنة حدود الجرف القاري بالأمم المتحدة. رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى سعادة خالد بن يحيى الفرعي يقول في تصريحات خاصة للشبيبة: كانت هناك مطالبات منذ فترة بضرورة مراعاة مبادئ الأمن والسلامة في الحافلات التي تقل الطلبة، مؤكداً أن الوزارة سعت لتحقيق تلك المطالبات بإجراءات عملية وتنفيذها على أرض الواقع في بعض المحافظات، مستهدفة بذلك تخصيص حافلات خاصة للطلبة تكون أكثر أماناً ومزودة بكل ما يلزم للحفاظ على أرواحهم. سلاح الجو السلطاني العماني يقيم مساء أمس الثلاثاء أمسيته السنوية برعاية الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي، وذلك في نادي الشفق.